Oi! Det der så til gengæld rigtig godt ud. Ja. Største chance i kampen til Asse Horsens. Han vil gerne. Oi! Det skal han også. Super afslut. وهنا لدينا ولا ننسى بأن شقيقة أيضا يجيد الكرات الثابتة هذه الكرة الله 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 كرة مميزة للغاية وابعدت وتحولت وتأتي صافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي دون أهداف ما بين أفغانستان والعناب ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى. شكرا لكم على المتابعة، نذهب معكم إلى زميلي العزيز خالد جاسم وضيوف الكرام في المجلس إلى الملتقى. عنده الكرة الراوي، يحاول الراوي مرور موجود، كرة لازالت في أرضية الملعب على مستوى القائم الأول، ولكن عزيزي يبعدها في اللحظة الأخيرة. في اللحظة الأخيرة كاد العنابي أن يسجل. Et par sporadiske indstik fra Asse Horsens også. Det ser godt ud. Oi! Det der så skal gælde rigtig godt ud. Største chance i kampen. Marinus Larsen, den er god. Eli Just får vinkel på. Der var han. Allerede. Rasmus Møller. Et tip. Afslutning fra et tip. Kig på, hvor det er sidst. Lille Tupac. Nogle ting er fedt. Det er en af til Ind og udfordrer afslutning med venstrebenet. Ingen problemer for Assisi. God til Christensen. God ting fra målscoren til 1-0. Finder Yle Tupac. Afslutning med højre benet. Agnetto får ret. Kurum al-Uba lige salih muntakab li Kuwait. Naha til Isan. Shari bil'ab ardiya. Bit'addi. Yusuf Nasr hadab al-gol. Khatar Allah. يوسف ناصر عيد الرشيدي منتخب الكويت حلوين 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 أداء مطلوب استغلال ما هو موجود في أرضية الملعب كورنر عيد الرشيدي كرة بتلعب تلعب الراس لكن يبعدها عزيزي حارس المرمى يبعدها عزيزي حارس مرمى المنتخب أفغانستان كرة ما زالت موجودة في أرضية الملعب لكن قريبين من بعض لذلك أي تحرك في التحام والسلبية في الالتحام هي لمصلحة بالسلامة أكثر من لعب وهذه إحدى الفرص الضايعة شوف يوسف ناصر استقبال مثالي عزيزي أبعدها عيد الرشيدي تابعها لكن أيضا كانت التغطية الدفاعية